فيش اليوم مش غير احنا اللي ندافعوا عليه ولا ولا الاحزاب اللي معروفه ولا الوطنيين، الشعبي البسيط. على بالك باللي نحكي لك حاجه هذا بين قوسين، في بعض الحالات كانت عندنا ويعرفها كعرف وتقاليد، عندما تتقدم لخطبه فتاه البابات نتاعها واش يقولها؟ باكش يقولها، ما يقولوش راك تخدم ولا ما ولدي درت الخدمة الوطنية ولا ما درتش. إذا قال له أنا يا أعفوني من الخدمة الوطنية ما أعطيش بنته. هذه يعني أبسط شيء اللي كان الشعب الجزائري البسيط. شوف المؤسسة العسكرية راهي مش عندها غير سمعة وطنية. أنت تعرف باللي شاركت في حروبات في من أجل تحرير فلسطين، هذه تبقى لها التاريخ من بومدين قبل بومدين، وحتى بعض الرموز اللي مازالوا في كمجاهدين. هذه رساله نتاع جيش التحرير الى الجيش الوطني الشعبي. اليوم احنا نعرفوا بلي المؤسسه العسكريه لا يستطيع احد ازازها. نعم، هذه مهما كان لا دول ولا الخارج ولا يد خارجيه ولا يد داخليه ولا بوندرو. خلينا نعود الى السيد حسن.